أعزائي الطلبة والطالبات، كما أنه لا يمكن لطائرة أن تحلق في الأجواء بلا وقود، فكذلك الباحث الذي يريد أن يحلق بنا في تحقيق مخطوط. إن الوقوف على مصادر المخطوطات بعد أن يحدد الباحث العلم الذي سيسير فيه، وكذلك الموضوع الذي سيخوض فيه، والمخطوط الذي يريد تحقيقه في هذا العلم، هذا المخطوط نرى أنه إما أن يكون صاحب نسخة يتيمة، أو أن يكون له نسخ متعددة موزعة في مكتبات العالم، ولذا وجب على الباحث أن يقف على هذه المراكز. في هذه الحال ومن واقع الفهارس التي بين يديه، عليه أن يختار النسخ التي يريد الحصول عليها ليقابل بينها، ولذلك شروط لا بد منها. هذه الشروط التي لا بد من تحقيقها في النسخ: أن تكون النسخة قديمة، وأن تكون مضبوطة، وأن تكون المقابلة بها سهلة اللينة لوجود هذه الشروط، وكذلك لابد أن تكون المخطوطات صحيحة كاملة غير منقوصة. هذه الشروط لابد أن تتوفر أولا. فما هي إذن أشهر المراكز التي تحتفظ بالمخطوطات؟ يتوزع التراث الإسلامي على مكتبات ومتاحف تحتفظ بالمخطوطات الورقية الأصلية، وفي سبيل المحافظة عليها وصيانتها، قامت هذه المكتبات بتصوير مخطوطاتها على أفلام ميكروفيلم، يعني مصغرة جدا، تقوم بالتصوير منها لمن يطلب نسخة، وحفظت النسخ الأصلية بأساليب، هذه الأساليب جيدة تحافظ على النسخ وتصونها من الابتذال والإساءة إليها بالأيدي الكثيرة التي تتناقلها بين الفينة والفينة. ومن هنا سهلت عملية التصوير هذه الحصول على المخطوطات بشكل كبير. وإليكم أعزائي الطلاب ثبتا بأشهر تلك المراكز والمكتبات المعنية بالمخطوطات في عالمنا الإسلامي. نذكر فيما يلي بعض الدول المعنية بالمخطوطات، ونذكر لكل دولة أشهر مكتباتها. منها الأردن، فبها دار الكتب الأردنية في عمان، وأيضا تونس، وبها مكتبة الجامع الكبير في القيروان، وأيضا مكتبة جامع الزيتون في تونس، وكذلك المكتبة العبدلية والمكتبة الصادقية، وأيضا المكتبة العمومية. أما في الجزائر وسوريا، فنجد في الجزائر مكتبة مدينة بوجي، وكذلك مكتبة الباديسية في قسطنطينة، والمكتبة الأهلية في مدينة الجزائر، وأيضا مكتبة الجامع الكبير في الجزائر، وتعتبر الجزائر من أهم الدول المعنية بالتراث. أيضا سوريا، وبها دار الكتب الظاهرية بدمشق، وأيضا دار الكتب الوطنية في حلب، وكذلك دار مكتبات الأوقاف الإسلامية في حلب، وإلى مزيد من الدول المعنية بالمخطوطات سنتعرف عليه في الشرائح التالية.